علاش تم تأجيل الدخول المدرسي. تم تأجيل الدخول المدرسي لعدة أسباب اللي كلها كتهدف تأمين دخول آمن لوليداتنا والمدرسة ديالنا والمجتمع ديالنا. أولا المغرب في هاد الشهورة ديال الصيف عرف واحد الموجة ثالثة قوية واللي كان ضروري تدخل ديال إجراءات الدولة من أجل الخفض ديالها، وفي ظل يعني واحد الموجة ثالثة اللي قوية كيكون صعيب، وعندنا حملة انتخابية وكانت عطلة والأسر كترجع للمنازل ديالها، كانوا هادو ثلاثة الأحداث مجموعين كيمكن يزيدوا يعقدوا الموجة الثالثة. وخبدينا الحمد لله في التحكم في الوضع الوبائي وبدأ التحسن دياله، ولكن كان من الإمكان أنه هاد الأشياء الثلاثة تعقد الحالة الوبائية. النقطة الثانية في هاد المتحور دلتا اللي انتشر وكان هو السبب في هاد الموجة الثالثة القوية واللي هو السائد في العالم كله وسائد كذلك حتى بالنسبة لبلادنا في المغرب، هاد الدلتا كيعطينا إصابات كثيرة عند جميع أفراد المجتمع الكبار والصغار. ولاحظنا اليوم على أنه ماشي بحال متحورات السلالة الأصلية ولا متحورات الأخرى اللي ما كانوش الأطفال كيتصابوا بزاف، اليوم الأطفال كيتصابوا بزاف، كيمشيو المستشفيات، كيمشيو لأقسام الإنعاش وتوفاو لا في المغرب ولا في باقي دول العالم. ولهذا اليوم كان من الضروري على أننا نفكروا في الحماية دي وليداتنا ضد كوفيد-19، ضد الحالات الخطيرة كوفيد-19، وضد بعض الحالات الأخرى اللي هي مرتبطة بكوفيد-19. الحاجة الثالثة هو أنه في هذا الصيف بنوا دراسات اللي كتأكد الأمان والفعالية ديال اللقاحات عند الأطفال ديال 12-17 سنة. كذلك احنا بغينا المدرسة ديالنا تكون مفتوحة بشكل حضوري، وكان من الصعب أنه نبداو في واحد التعليم حضوري بالنسبة لجزء من الأطفال، يمكن جزء كبير يكون عندهم التعليم عن بعد، بالخصوص أنهم ما نقارنوش السنة هذه مع السنة اللي فاتت، لأنه هذه السنة كاينة دلتا متحور سريع انتشار وكان غادي يعقد بزاف الدخول المدرسي وغادي يعقد يعني بشكل كبير الدراسة الحضورية. فإذا تأجيل ديال الدخول المدرسي كيسمح لنا نلقحوا أكبر عدد ممكن من الأطفال، تحسن ديال الحالة الوبائية والتلقيح ديال أكبر عدد ممكن من البالغين اللي هما الأسر ديال هاد الوليدات ديالنا. كذلك تأجلت الدخول المدرسي باش يمكن لنا نتحكموا في الوضع الوبائي ديالنا بشكل جيد جدا، ونوصلوا طبعا للتحكم التام في الحاله الوبائيه ونقضيوا على انتشار ديال الفيروس لا بين الاطفال ولا بين الكبار، ويمكن لنا نوصلوا انذاك المناعه الجماعيه ديالنا والنهايه ديال هذه الجائحه باذن الله.